لو اتكلمنا في البدايه عن انتوا كنتوا ماشيين ازاي وايه اللي لفت نظركم انكم تمشوا السكه دي وتدافعوا عن الحيوان وتبتدوا تاسسوا جمعيه وتتحركوا في الاتجاه ده؟ نبدا بالاستاذ سلمى. لا هو اولا الموضوع بيبقى جوه البني ادم بيلت ان، يعني هو بيبقى الانسان عنده قابليه بيحب الحيوانات يعني، او وبعدين شويه بشويه بيبقى يعني. انا كطفله كنت كده بحب الحيوانات وامي علمتني في البيت، يعني العيله كلها بتحب الحيوانات. وبعدين حاجات دي ممكن برضو مع الوقت تكتسب. لو واحد ما بيحبش الحيوان يعني بيخاف، ممكن يبقى محب الحيوانات مع الوقت، يختلف الحب دي تروح يعني. بس ده حقيقي. لكن فكرة الجمعية احنا كانت حالة انقاذ حصان، وبعد كده كان في بنت عاملة الجمعية دي، كانت جمعية استرالية، وبعدين احنا اتعرفنا عليها، وبعدين كنا متطوعين انا ومريم، وبعد كده هي كان حصل ظروف ليها وابتدت تسيب المكان خالص ورجعت بلدها وسابت الجمعية. فانا بعد كده خدنا يعني القرار ان لازم تبقى جمعية مصرية بقى ومشهرة وكده، فكان هو ده بداية الطريق. بس كان قبلها كان في حالات كتير قوي اشتغلناها معاها او مع بعض ولا غزلنا بقى. دلوقتي الحالات بتزيد مش بتقل جدا يعني. طيب.